استاذي اللي بوجوده بسعد بيه، واللي مهما قلت كلام ما اقدرش اوفيه، هو حبيب قلبي ورفيق رحله سفري، استاذي احمد حسن عمر. ونسيت تقول صاحبي وصاحبي يا استاذ. السلام عليكم. صاحبي الحمية السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ساعات كتير جدا، واحيانا انت بتبقى مشاعرك اكبر من الكلام اللي هتقوله، ساعات بتبقى حاسس احساس جميل بتحاول تسجله بالكلام، فالكلام هيكون اقل من الاحساس اللي انت عايز تقوله. بوجه عام احنا بنعشق النوبه عشق، مش حب عادي، لان النوبيين كنماذج لو انت خدت النماذج كلها من اول عم دهب المجرافي، عم كمال كرداش، استاذ سيد، رضا احمد، دكتور مصطفى، استاذ عز، كل ما النماذج النوبيه اللي احنا شايفينها في كل صالوناتنا نماذج متميزه فعلا، اخلاقيه نمره واحد، معامله وهكذا، وعشره وحاجات كتير قوي. استاذ كمال كرداش هو مديري في الشغل، ويعني جاورته فتره طويله، وسافرنا بغربة في الأقصر، كنا بنعمل فندق فقعدنا فترة، شافني وأنا بكتب، شافني وأنا بتألم، شافني وأنا بزعل وحاجات كده. أول حاجة عملها الأستاذ كمال لما رحنا الأقصر إنه بيدور على مكتبة الأقصر، وبالفعل دخل المكتبة وقدم وخد الكارنيه بتاع مكتبة الأقصر، وكان هناك تخش المكتبة تلاقي كتب ما شاء الله. فالأستاذ كمال كان دايما بيجيب كتب مواجهة الأزمات، لا للطاقة السلبية، حاجات كده، حاجات كلها جميلة جدا، وبيسيب الكتب طبعا في الشقة اللي احنا كنا فيها، وكانت شقة يعني فخمة جدا، وفي مكان شارع يعني شارع عمومي وشارع جميل، فالمكان حلو. فكنا في الأحزان مع بعض، في الأفراح مع بعض، بناكل مع بعض وحاجات كل حاجة، والشغل مع بعض وكل حاجة مع بعض. ما تبصليش عشان ما كملش. لا لا. استاذ كمال يعني لا يختلف عليه احد اخلاقيا اخلاق عليه. لما خدته من كلهم، انا لسه هقول بقى، لما خدت استاذ كمال من ايده وبدات اعرفه على بعض الصالونات زي رابطه الزجالين وزي صالون عليوه، فابتدى يعني يندمج في الشعر شويه مع المجاوره معايا، فتعدى مني شويه، فابتدى يكتب بعض الحاجات، وابتدى من هذا يبتدي يشعر ان هو بيقدر يعبر بالكلمه، ومنها ابتدى يعمل يعني ندوات بقى منتدى النوبه بقى والى انا بصفتي دي ما تعودناهاش يا استاذ احمد ان حد يقول فضله على حد يعني من بتوع النوبه. لو سمحت يا دكتوره اللي يتكلم يتكلم، ولو في تعقيد بعد كده ممكن. لو سمحت ما فيش حد يقاطع اللي بيتكلم على المنصه عشان بيقطع حبل افكاره. انا من اسوان اصلا، حته اسمها بوبيش، واحنا بنجاور النوبيين وعايشين معانا، وجدي يتكلم الاسوانيه في العادي، لكن لو لقى واحد نوبي يكلم نوبي، ولما حد نوبي يكلمني يكلمني عادي، لما بيقابل واحد نوبي يكلمه نوبي، محافظه على اللغه طبعا، وحاجه جميله جدا. مواقف عديده مش عايز اضيع وقتكم فيها حصلت، يعني ان لما كان ولدين يضربوا بعض مثلا عندنا في مصر هنا، يحصل خناقه وشغلانه ومشكله كبيره يعني. فانا عندنا في اسوان، لا جدي يقول لي تعالى ده احنا هنتخانق مع فلان عشان ضرب الولد، وانا رايح معاه متوقع ان في خناقه، فنادى عليه وقعدوا بره وجابوا الشاي وقعد يتكلم معاه، وانا مستني هيقول له ايه عن الخناقه والولد، ولا ما كلموش خالص، والشاي جه والدنيا تمام قوي، وانا استغربت ده احنا جايين نتخانق المفروض يعني، وانا بقى واخد على يعني خناقات مصر ان احنا هيزعق بقى ونعمل وبتاع. فبعد ما خلص بيقول له يا جدي انت في خناقه، انت نسيت ان الواد ابنهم ضارب كذا، يوم يقول لي ايه؟ قال لي يا حبيبي دول عيال، انت هتاخد على عيال، ده انا جاي بس اتكلم مع الراجل يقصد. طبعا ده موقف من نوع يحسب للنوبيين الحته دي، مش بتوع خناق وكلام من ده، لا هو بيجي بعشم يقعد معاك، الموضوع خلص، اي كره خلص، اي حزن خلص. فاحنا بنحبكم جدا، ويسعدنا دايما ان انتوا تبقوا في نجاح وازدهار، انتوا فعلا في نجاح وازدهار. انا بصفتي يعني عايش في مصر، صالون عافيه ما شاء الله ما شاء الله مسمع، ولا جدال انه من افضل الصالونات على مستوى الشغل بتاعه. صالون الجنينه والشباك اللي احنا رحناه عامل شغل كويس، صالون ابو سنبل كان جميل ورائع، وكان بدايته رائعه وعاليه، صالون منتدى
شعراء النوبه جميل. فانتوا عاملين شغل حلو. حته ان انتوا عايزين تطوروا الحته دي جميل جدا. ممكن تعملوا محاضرات نقول اللغه النوبيه، تعليم اللغه النوبيه بسبوره، وحد يعلم الناس واحده واحده، وده ممكن يتعمل في ندوات وفقره 10 دقائق. ممكن نعمل اربع خمس اسطر مكتوبين بالعربي، واللي يترجمهم نوبي ياخد جايزه، واستاذ عز مثلا يشوف الكلام اللي يكتبه نوبي صح يبقى كذا، ويطلع يقول هو فعلا ترجم صح. يعني في حاجات كتير تقدر توصل بيها. اجمل حاجه توصل بيها بقى ان انا معاملتك ازاي ليا، انت معاملتك ازاي اصلا، احنا ليه بنحبكم؟ لان تعاملنا مع الراجل ده امانه واخلاق وصدق، تعاملنا مع الراجل ده وكذلك، فبالمعامله انتم اثرتونا وخليتنا نحبكم. الاستاذي الفنان التشكيلي اللي جنبي اللي هو زي والدي يعني، وبحبه جدا وهو عارف قدره عندي، مع تعامله معاك ومع اخلاقه معاك انت لازم تحبه وتحب النوبيين. طب احنا بنقول على شعب على البلد الفلانيه وحشه ليه؟ وحشه ليه؟ انا عاشرت واحد بس من دمياط، والله واحد بس من دمياط، واحد لن تتخيل، كرهت دمياط كلها لدرجه مش مشكله اني كرهتها بقى، ده بص الحاجه الثانيه، انا قاعد في الميكروباص واحد بنتكلم وبندردش وبنتكلم مع بعض، بقول له انت منين؟ قال لي من دمياط. قلت له طب تمام شكرا. قال لي في ايه؟ قلت له لا مفيش حاجه. قلت له يا عم ما تتكلمش معايا وانا بعد اذنك، وقعد يسجل ما كلمتوش، عايز يقول لي انا ما عملتش حاجه. قلت له يا باشا هو خلاص انت كده خلاص خليك معايا متعلم معايا. اذا انطباع رهيب. ولحد دلوقتي لو حد من النوبه معايا ما بتعاملش مع حد يتعامل معاه، لان جربت لقيت واحد ما شاء الله عليه في الصفات اللي هي عكسكم تماما، يعني حط الصفه دي تاني عكسها. فانتوا ربنا يا رب يخليكوا لينا، اخلاقكم هي اللي هي الواجهه اللي واصلنا، تعاملكم هو الواجهه اللي واصلنا، ده اللي حبيبنا فيكم، وما زلنا وسنظلنا هنحبكم على هذا الوضع، ودي خير دعايه وعلامه للنوبيين وكل الناس اللي معاهم. اشكرك يا ريس. انا مش هتكلم بقى عشان اعمل لها بشويه وهيقول اطلعي بره. انا عارف طبعا. انا برد على استاذي الاستاذ احمد حسن عمر، المعلومه اللي هو كان لسه بيتكلم فيها بخصوص محاضرات اللغة النوبية موجودة، قدرنا النهاردة إن كان هيكون موجود معانا النهاردة النائب لينا برضه في مجموعتنا مقتدى شعراء النوبة هو الأستاذ فتحي جاير، إن شاء الله هو موجود معانا بكرة والأيام القادمة بإذن الله، وهو معلم للغة النوبية. الحاجة الثانية زي ما حضرتك عارف الأستاذ عز الدين والأستاذ حلمي أبو زيد لما بيقدموا لنا بعض الأعمال بيقدموها بالنوبية، ولكن زي ما أثير الموضوع من شوية لو قالوا المتلقي فهنا بتعتبر النقطة فحتة الترجمة اللي هي توصيل المعلومة وكده مشكورا. في صياغة بتتغير بالأسلوب فما بيطلعش نفس المعنى اللي طالع بنفس الإحساس بيه.